يوم جدا غريب. ما راح اعمل دي ان اي تيست، راح اعمل انسيستري تيست. جزء مني خايف، اللي هو هل انا فعلا مستعد عشان اعرف الحقيقة؟ هل انا فعلا مستعد عشان اعرف انا مين؟ انا مش عارف انا مين. انا ضايع. بدون هوية. اوكي، مؤفر حبتين، مش فاهم ليه بس قشطة. من وقت للتاني هنا عبر الانترنت وبيني وبين اصدقائي الموضوع ده بيتفتح، كلام عن الهوية والاصل بتاعك ايه والكلام ده، انتوا عارفين انا بتكلم عليه. وفي رحلتي باني اكون مصري حقيقي، بحكم ان انا ما عشتش في مصر يعني، ولسه جاي مصر سنتين كده، كان دي دايما تكون تاريخية. ياض يا لهوي. انا دايما اجابتي بتكون محايدة، اللي هو ايوة اكيد 100 مليون مصري دول هم مصريين وكل حاجة، بس اصولنا اجدادنا جدودنا يعتبر فيهم ميكس شوية، الاغلبية منهم مصريين ولكن في اعراق كتيرة مختلطة جوه الجينوم بتاع مصر. ده طبعا نتيجة ان في شعوب كتيرة وحضارات كتيرة دخلت مصر طول تاريخها. وابسط مثال ودليل على ده، لو انت شفت رصة الصور اللي موجودة قدامك دي، كل اللي قدامك مصريين، وده على عكس دول كتير حول العالم. احنا ملناش شكل واحد، ودي من وجهة نظري شايفها حاجة حلوة، ولكن هل ده يقلل من مصريتهم؟ اكيد لا، كلنا مصريين وكلنا لينا فخر في هذه الارض اللي احنا عايشين عليها. حلو الكلام؟ اوكي؟ يتفتح بقى النقاش. انا مصري. اوكي. جدودي الفراعنة، اقدم واعرق حضارة في تاريخ البشرية. الحضارة المصرية القديمة وعريقة وكل حاجة، بس يعني بالتاريخ وبتاع اللي احنا عارفينه، كان قبل الحضارة المصرية كان في الميسوبوتاميا النهرين، حضارة النهرين. اي اوعى تقول ان جدودك كانوا فراعنة، لا، جدودنا عرب ومسلمين، وهي دي الحاجة اللي انت تفتخر بيها. اوكي، احنا عرب وكل حاجة، بس برضه احنا مصريين، ويعني تاريخ البلد ده هو تاريخنا، واجدادنا كانوا جزء منه. هتفضلوا طول عمركم كده متعلقين بالماضي، مش قادرين تفهموا ان العالم كله بقى واحد. مامان اوكي انت اهدى ماشي، لا جدا مهم ان انت تعرف تاريخك. ايه بتقولش على كده؟ فرعوني طلع فار. ايوه وات ذا هيل، انا عربي مان، وات ذا هيل. اي حاجه بس عشان الكلام يتحط دوشه. فرعوني قديم، اقدم ناس على الكوكب. بس ودايما النقاش بيمشي كده، او نسخه زي كده يعني. فانا حبيت اجيب الموضوع من الاخر علشان لو لقيت نفسي جوه الدوامه دي مره تانية ما اقعدش اتكلم باراء، وكل حد بقى يقعد يتحامل ويزعل ويشكك في معرفه التاني. لا، انا هدور واعرف انا ايه، وايه افضل طريقه اقدر اعرف بيها الموضوع ده؟ تحليل دي ان اي. ايه هو الدي ان اي؟ ايه هو الدي ان ايه؟ الدي ان ايه او الحمض النووي هو بوليمرات حيوية تقوم بالتشفير وتخزين المعلومات الخاصة بكل خلية حية لكل كائن حي على وجه الارض، وبدورها تعمل على نقل هذه المعلومات والتعبير عنها داخل وخارج النواة الخلية. شفت البراوزر الهيستوري بتاعك يعني في كروم، ده هو الدي ان ايه. معامل كتيرة في العالم عندهم الموضوع ده، بيكون عندهم معرفة بالدي ان ايه لأماكن كتيرة في العالم بيكون المعلومات اللي فيه عاملة ازاي، فلما يحللوا الدي ان ايه بتاعي بيعرفوا من النتيجة بتاعتي ايه اللي مشترك بينه وبين الناس اللي عايشين في الأماكن دي في الكوكب، والأهم من كل ده الناس اللي كانوا عايشين في الأماكن دي، فمنها أعرف أصلي وجدود جدودي كانوا منين وعاشوا فين. وطبعا احنا بنتكلم في
في سنين ورا جدا، لان التاريخ اللي بيكون موجود جوه الدي ان ايه ده، يعني الذاكره اللي موجوده فيه تعدي اي هارد درايف موجود عندك، يعني كتير، يعني مساحه كتير مان. فايوه الموضوع بالبساطه دي. ابو اسماعيل عندي استفسار صغير، هو انت مش خايف ان المعمل اللي انت اديت له دمك وعمل تحليل الدي ان ايه ياخد الدي ان ايه ويعمل منك نسخه تانية، يعني كلون، ويحصل؟ اقول لك يا عمان، ما علينا. المهم الواحد ما بيصحاش كل يوم عشان يعمل الجدول الغريب ده، بس النهاردة هو واحد من الايام دي. النهاردة واحد من الايام ان انا اصحى من النوم عشان اروح اعمل تحليل اصل، تحليل انساستري، تحليل الدي ان ايه. في معامل كتيرة فاتحين بيزنس من الحوار ده، علشان في ناس كتير في العالم عاوزين يعرفوا أصلهم، زي 23andMe بقى وكل الكلام ده. فالفيديو ده مش سبونسرد بأي شكل من الأشكال بحد من المعامل، فلو انتوا عايزين تعملوا الموضوع ده دوروا بنفسكم وهتلاقوا حاجات، بس تأكدوا الحاجة اللي انتوا هتلاقوها معتمدة وفعلا شغلهم بجد. اللي انا لقيتهم هنا في مصر بيتعاملوا مع معامل برا، أخدوا العينة بتاعتي بعتوها ليهم، بعد 3 أسابيع تقريبا رجعت لي النتائج. دلوقتي انا هفتح النتيجه بتاع تحليل الدي ان ايه بتاعي، وانا كنت متاكد يعني وايه وحريص جدا على الموضوع ده، ان انا اول مره اشوفها تكون قدام الكاميرا. فانا اول لما وصل لي الايميل على طول بس بصيت بصه كده، فتحته اتاكدت ان الموجود كل حاجه وبس، ما شفتش حاجه، قلت اشوفه اول مره قدام الكاميرا. يلا بينا. التركيبه العرقيه بتاعتي 49 يس اوكي 49.9 افريقي، 49.9 من افريقيا، 40% بقى من ال 49.9 دي مصري. اوكي اوكي، يعني من البدايه كده مفهمني ان الاغلبيه من الدم اللي بيجري في عروقي مصري. في بقى بس ثانيه، هو مش 40، في 5% مني من كينيا، وفي 3% مني من السنغال. واو دي غريبة، دي غريبة، عايز اشوفها على الخريطة. بس السنغال بعيدة يا رجل، ايش فيه؟ يبقى اكيد العرق الكيني اللي عندي يعني برضو قافش مع العرق السنغالي، بس الاتنين قريبين من مصر، يعني بقى عشان كده العرق المصري هو اللي طاغي اكتر. اوكي اعتقد ان ده يكون جاي من جانب الاب اكتر، لان ابويا اسمر اكتر، فيعني if we're going by color، فيعني لو هنحكم بس من البيجمنتيشن اللي في البشره، فجزء السمار اللي عندي هو جاي من ناحيه ابويا اكتر، فربما الجزء الكيني والجزء السنغالي مني ده جاي من جانب الاب. دلوقتي 50% من تركيبه الجينوم بتاعي، 50% من جدودي للتبسيط، يعني خلينا نقول من افريقيا، 38% من اسيا، والاصل ليفانت شامي. اوكي 15% بدوي، اوكي تمام. الجزء العربي دلوقتي بيبين نفسه اكتر، 14% فلسطيني. ده شيء يعني يفرحني بشكل مش طبيعي. دايما دايما والله العظيم كنت حاسس بالموضوع ده، كنت متاكد ان انا فيا عرق فلسطيني، متاكد يا الله والله ان ده شيء يفرحني. ويعني كان جزء من الاساطير اللي موجوده في العيله عندنا، خاصه من جانب الوالده، كان في اساطير بتقال في العيله كده ان احنا عندنا جدودنا كانوا من الشام وكده اهو، بس يعني اكيد صعب ان انا اصدق الاساطير اللي موجوده في العيله دي، خاصه ان مفيش يعني حاجه واحده بس بتتقال او جمله واحده بتتقال، لا في 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 ناس بتالف على مزاجها، بس اكيد اللي انا اصدقه هو التحليل العلمي للدي ان ايه اللي معمول هنا. فده اكد الموضوع ان 14% فلسطيني، 8% however درزي. دي غريبة جدا، دي عمري ما فكرت فيها، بس 8% درزي. اوكي 7% من اوروبا، بس 7% كاملة جاية من ايطاليا، وحوار ايطاليا ده انا متأكد كتير 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 من المصريين هيكون فيهم العرق الايطالي ده. والمتبقي برضو 3% اسيوي، ممكن ده يفسر السكسوكة. ودايما في كل تحليل دي ان ايه شفته على النت، وعامه يعني الموضوع ده منتشر في تحليل دي ان ايه، ان في الاخر هتلاقي 1% اذر.
ايه بقى اللي وصلنا له هنا؟ 40% مصري، 5% كيني، 4% سنغالي، 15% بدوي، 14% فلسطيني، 8% درزي، 7% ايطالي، 3% اسياوي، 100% ابو اسماعيل. انا شايف ان اكبر فخ ممكن اي حد يقع فيه هو العصبية لأصلك. شيء طبيعي ان انت يكون عندك فخر لأصلك. انا فخور ان اصلي مصري، وبرضو فخور ان اتربيت في الخليج، وبرضو فخور اكتر ان دلوقتي عرفت اني ليا اصول في فلسطين. ده تاريخي، ولكن الهوية بتاعتي وبتاعتنا كلنا هي اكبر من كده، لان انا شايف ان الشيء اللي بيعرفني هو اكبر من المكان اللي اجدادي كانوا عايشين فيه. اللي أنا عايز أقوله إن مش عامل واحد بس هو اللي هيعرفني أو هيعرف أي شخص تاني لما أجي أتعامل معاه، في حاجات تانية كتير. المكان اللي أنا اتربيت فيه، المنطقة اللي أبويا وأمي منها، الدول التانية اللي أنا سافرتها وعشت فيها، الصحاب اللي عملتهم من جميع أنحاء العالم، اعتقاداتي وديني، وأكيد تاريخي وتاريخ أجدادي. ومع ذلك هتفضل المشكلة بتاعت الهوية دي موجودة، لأن هي موجودة للجيل ده كامل، وكمان الجيل اللي جاي المشكلة عنده أكبر. فأنا ما أظنش أن النقاش ده ممكن يتقفل أي وقت قريب، لأن بكل بساطة العالم اللي احنا عايشين فيه دلوقتي هو مختلف تماما. عمرنا ما كنا عايشين في عالم مفتوح على بعضه زي كده، وبرضه احنا عمرنا ما كان عندنا التكنولوجيا اللي نقدر نعرف منها أصلنا الحقيقي منين. وكل إنسان في العالم هو دايما في رحلة علشان يعرف هو فعلا مين. فلو هتطلعوا بأي حاجة من الفيديو ده، أو لو أنا اتعلمت أي حاجة، هي أيوة ممكن تبان بديهية، ولكن أنا هقولها. شيء مهم إن أنت تعرف أصلك وتاريخك وتكون فخور بيه، ولكن لو أنت اعتقدت إن أصلك وتاريخك ده يخليك أحسن من ناس تانية أصلهم وتاريخهم مختلف عنك، يبقى أنت كده وقعت في الفخ. شكرا، أنا محمود إسماعيل، وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي. سلام. وأيوة، ملاحظة مهمة، مش علشان أنا ليا أصل فلسطيني ويعني جد أجدادي كانوا عايشين في الأرض دي في وقت ما، يبقى ده يديني الحق إن أنا أروح دلوقتي أقعد هناك وأطلع الناس اللي عايشة هناك من بيوتها. لا، الموضوع ما بيشتغلش كده. الأرض دي بتاعت الفلسطينيين، أصحاب الأرض.